أخيرا أضاءت الشمس على وكر العنف المزروع في قلب مدينة تعز. ما حاول إرهابي المربع الأمني في هذه المدينة إخفاءه في جنح الظلام انكشف الآن مفصحا عن حجم الخطر الكبير المحدق بمستقبل تعز ومشروعها المدني وحماسها المتقد تجاه الدولة والجمهورية والتغيير. خمس جثث تم انتشالها من مقبرة وادي المدام التاريخية بوسط المدينة، كان إرهابي الحي الجمهوري قد دفنوها في هذه المقبرة لإخفاء جرائم الاختطاف والتعذيب حتى الموت التي ارتكبوها بحق أصحاب هذه الجثث من جنود الحملة الأمنية. وإلى الآن من 13 في اليوم مع 30 في كل مكان ولا معذور عليه ولا في أي مصيبة. أدلى والد الجندي في الشرطة العسكرية نشوان عبد الله أحمد قاسم بهذا التصريح قبيل تعرفه على جثة نجله نشوان بين الجثث الخمس التي عثرت عليها الشرطة وأودعتها مستشفى الروضة. قبل أسابيع مضت أفادت أنباء بالعثور على جثث وعليها آثار التعذيب في الحي الجمهوري، لكن نبأ كهذا لم يأخذ حقه من الاهتمام والمتابعة على نحو سمح للقتلة بإخفاء جريمتهم، ولكن إلى حين. البيان الصادر بهذا الخصوص عن إدارة الشرطة في محافظة تعز أوضح أن الأجهزة الأمنية تواصل إجراءاتها بالتعاون مع كل الجهات المختصة للتعرف على تفاصيل الحادثة وتعقب الجناة وفقا للإجراءات القانونية لينالوا جزاءهم العادل، وسيتم إطلاع الرأي العام على ما تتوصل إليه الأجهزة الأمنية من نتائج فور استكمال التحقيقات. حادثة كهذه أثارت موجة من الغضب حيال التوقف غير المبرر للحملة الأمنية التي كانت قد انطلقت قبل نحو شهر لوضع حد للانفلات الأمني وأعمال الاختطافات والاغتيالات التي تستنسخ تجربة عدن السيئة في تعميم القتل لدوافع سياسية. مسلسل القتل لا يبدو أنه سيتوقف في مدينة تعز، ففي الساعات الماضية تعرض عمران ماجد وهو أحد أفراد المقاومة للاغتيال في حي الروضة، لكن القاتل لم يتمكن من الهرب هذه المرة، حيث تجرى معه التحقيقات لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء جريمة مروعة كهذه. لا يحتاج أبناء تعز إلى التحقيقات التي تعد بها شرطة المحافظة حيال منفذ الجريمة بحق الجثث الخمس، بل يتطلعون إلى إعادة إطلاق الحملة الأمنية والكف عن الخلط المتعمد بين القاتل والشرطي الذي يحاول أن يبقي تعز ملاذا لأدوات القتل السياسي التي تحركها الأجندات الإقليمية.